أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة برنامجكم الأسبوعي رواية النجاح. رحبوا معي بضيفة حلقتنا اليوم وهي الأستاذة شيرين الرفاعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة شيرين. هلا وسهلا، الله يحييك. أكيد نورتيني اليوم في صالون نيوتك. أنا سعيدة بوجودك معي، سعيدة أكيد بفريق العمل. أنا أسعد أستاذة شيرين. طيب أستاذة شيرين، في البداية نبي نعرف السادة المشاهدين مين بتكون شيرين الرفاعي وكيف كانت بداية حياتك المهنية؟ طبعا أنا شيرين الرفاعي، إعلامية ومحللة في أسواق المال. خبرتي الإعلامية تقريبا 10 سنوات، يعني نقدر نقول أنها خبرة طويلة نوعا ما. طبعا اتجهت ايضا لمجال التمثيل، بالاضافه طبعا لمجالي في تقديم الاخبار والنشرات السياسيه والاقتصاديه. كانت الفكره الاساسيه في مشروع نيوتك او صالون نيوتك هو اني انا فعلا يعني من خلال عملي السنوات الطويله هذه يعتبر فعلا عمل مرهق، من خلال اني انا دائما لازم اهتم بنفسي، دائما اهتم بشعري، دائما اهتم باظافري. حسيت ان مفروض ان كل مرأة سواء كانت إعلامية تطلع هي على الشاشة او فنانة او ممثلة لازم ان هي تهتم بنفسها، لازم ان هي تهتم بجمالها، لازم دائما تكون حلوة. انا متأكدة ان كل امرأة جميلة بداخلها وجميلة جدا، لكن كمان مفروض ان احنا نهتم بشكلنا الخارجي عشان يتقبلنا المجتمع كله. كل مرأة اكيد تمر بحالات نفسية، بحالات صعبة، احيانا تكون الحياة عليها مرة صعبة. من الجيد والمهم ان المرأة دائما تكون جميلة ودائما تكون مشرقة، وهذا كان البداية اللي فكرت فيها اني انا طبعا اكون شريكة ومؤسسة في صالون نيوتك. طبعا المظهر يعكس شخصية المرأة. طيب استاذة شيرين، خلينا نتكلم شوي على خدمة الصالون. طبعا قبل ان ندخل في موضوع خدمات الصالون، انا حابة اني اعرف بصالون نيوتك. صالون نيوتك هو مشروع من ضمن آلاف المشاريع التي تنتمي لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية. الهدف الأول هو سعادة الإنسان ورفاهية الإنسان، ومن هنا طبعا أكيد كانت فكرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكيد بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ودعم الشباب والاستثمار في الرأس المال البشري. طبعا مشروع من ضمن آلاف المشاريع لكل شاب أو فتاة عندهم طموح وعندهم أمل أنهم فعلا يحققوا ذاتهم ويحققوا كيانهم. فكان هذا الدعم اللامحدود من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإحنا في صالون نيوتك واحد من ضمن الآلاف من هذه المشاريع. طبعا اكيد انا ما بقول ان الفتره هذه هي فتره صعبه او حتى فتره حرجه، الفتره هذه هي فتره التعاون، بما معنى ان احنا مفروض ان نتعاون كلنا مع التوجيهات اللي تكون موجهه من وزاره الصحه من خلال الاهتمام بتعقيم ونظافه الادوات، استخدام الادوات لمره واحده فقط لكل شخص. بالاضافه لذلك طبعا اكيد تعقيم الأدوات وتعقيم الصالون بشكل مستمر. هاي يعني الإجراءات الاحترازية اللي تسووها في الصالون للحفاظ على سلامة. أكيد طبعا، وأكيد طبعا بالفترة هذه إحنا بنوجه تحية للأشخاص على خط الدفاع الأول اللي هم الأطباء، وعشان كذا إحنا في صالون النيوتكنولوجي نقدم لهم الخدمات مجانا، وايضا للمرضى نقدم لهم خدمات بواقع 50% فقط من اي اسعار موجوده. ومن موجب المسؤوليه الاجتماعيه
احنا عقدنا عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات، من ضمنها المستشفى السعودي الألماني، واكيد تحية للدكتورة ريم العثمان مدير عام المستشفى. طبعا من خلال ان احنا نقدم خدمات مجانية للأطباء، وخدمات ايضا تخفيضات كبيرة للأشخاص الموجودين في المستشفى والمنومين في المستشفى وفريق العمل. ما شاء الله، يعني مسوين خدمات إنسانية كثير في هذا الصالون. صالون النيوتك هدفه الأول والأساسي هو دعم الفئات الغالية على قلوبنا، أبناء الشهداء وأيضا كمان الأيتام، ذوي الهمم وأيضا كبار السن. إحنا لما قلنا فعلا إحنا بنسوي صالون وبدعم وتوجيه من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما كان هدفنا يعني إلى الحين الربح. هدفنا هو ان احنا نقدم هديه للانسان، لان دوله الامارات العربيه المتحده هي دائما سباقه في العطاء، وطبعا اكيد عطائها في داخل الامارات وفي خارج الامارات. احنا كجزء من الجميل اللي قدمت لنا هو نحاول ان نرد جزء من جمايلها الكثيره علينا من خلال هذا المشروع واهتمامنا ايضا بهذه الفئات الغاليه على قلوبنا. هذا اكيد بيرجع القياده الرشيده في دوله الامارات. طيب استاذ شيرين، خلينا نتكلم على انواع الخدمات اللي تقدموها في الصالون. طبعا بالنسبه للخدمات اللي احنا نقدمها في الفتره الحاليه هي اكثرها عنايه منزليه، يعني بما معنى ان فريق العمل كامل يتوجه طبعا الى الشخص اللي هو محتاج الخدمه، وطبعا يقدموا لهم الخدمات، خدمات كثيره، العنايه بالبشره، العنايه بالشعر، العنايه بالاظافر، يعني الجمال وانواع. بما انه استاذه شيرين تكلمنا عشوي عن الخدمات وتكلمنا عن الخدمات اللي تقدموها للناس، يعني منزليه، خدمات منزليه، هل يختصر بس هالخدمات على النساء او الرجال او مع بعض؟ طبعا صالون النيوتك يعني احنا نعتبره كمؤسسي هذا الصالون يعني متميز بشيء جدا جميل، وان خدماته تتقدم للرجل وللمراه. في فريق خاص يختص بالرجال وفريق خاص ايضا يختص بالنساء. هذا بالنسبه لهالفتره بس صح؟ لا، ان شاء الله طبعا طول ما الصالون موجود الخدمات مقدمه لكلا الجنسين. طيب استاذه شيرين، اكيد انت واجهتوا صعوبات كثيره، يعني او اي انسان يبي يفتح بزنس او طموح اكيد بيواجه صعوبات في مشواره المهني، خبريني شو اهم الصعوبات اللي تجاوزتوها. قبل اتكلم عن الصعوبات انا بتكلم عن ساعدتنا بدعم مؤسسه الشيخ محمد بن راشد لهذا المشروع. فعليا وحقيقه من غير مجامله احنا ما واجهنا صعوبات، من خلال تسهيل الاجراءات، من خلال تسهيل ايضا يعني كمان استخدام الاشخاص اللي قاعدين فعلا يشتغلون فريق العمل في الصالون، فعليا احنا ما واجهنا اي صعوبات. بالعكس، كل الشكر للقياده الرشيده، كل الشكر على هذا الدعم اللامحدود واللامتناهي. الجزئيه الوحيده اللي كانت فعلا احنا بالنسبه لنا كانت تحدي، والحمد لله الحمد لله احنا كسبنا التحدي من خلال اختيار فريق فعلا متخصص، وهذا الفريق متخصص بالتعقيم وبتطهير الادوات، من خلال ايضا ان احنا قدرنا ان احنا نستورد ادوات من الخارج. هذه الادوات احنا نستخدمها مره واحده فقط، علشان كذا احنا نقدر ان نحافظ على صحه الموظفين الموجودين في الصالون وايضا كمان صحه الاشخاص اللي احنا بنقدم لهم الخدمات. هذا هو كان التحدي الوحيد، ان احنا كيف نواجه كورونا من خلال استيراد ادوات. هذه الادوات نستخدمها مره واحده لكل شخص يعني يستفيد من خدمات الصالون.
استاذة شيرين ما ننسى بس العامل الرئيسي اللي هو نعمة الأمن والأمان، هذا بفضل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. خلينا نتكلم شوي عن نعمة الأمن والأمان، شو فادتك نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات؟ لما نتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة نتكلم عن الدولة الأولى في العالم اللي فيها أمان، أمان للمستثمر وأمان للمقيم وأمان أكيد لعيال الديرة، وهذا اللي خلاها الدولة الجاذبة للاستثمار العالمي في كل أنحاء العالم، وأيضا كمان جاذبة للاستثمار الخليجي من دول الخليج، وأكيد اللي مثل ما أنتم قاعدين تشوفون الحين استثمار عيال الديرة في ديرتهم، مشاريع كثيرة وحماية لحقوق المستثمرين الأجانب طبعا، وتشريعات اقتصادية كبيرة. هذه التشريعات اللي تضمن لكل مستثمر عربي أو حتى أجنبي أنه هو يستثمر في المكان هذا الرائع، هذه الدولة الرائعة اللي أعطت المقيم والمواطن حقوق كبيرة في مجال الاستثمار، خلتهم فعلا يستثمرون ويضخون رؤوس الأموال لهذه الدولة وهم فعلا مطمئنين. طيب شكرا لك أستاذة شيرين، في الختام تقدمي رسالة شكر لإنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية. أكيد أنا حابة أني أوجه الشكر لشركائي مؤسسي صالون نيوتك. إحنا كان حلمنا صغير حاولنا أن نكبره، والحمد لله بدعم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قدرنا أن نحقق الحلم هذا. الحلم الأكبر اللي إحنا الحين قاعدين نشتغل فيه أن إحنا نقدم خدمات لكل شخص ما يقدرنا يحصل على هذه الخدمات. طبعا إحنا حاطين بين عيوننا الفئات الغالية على قلوبنا، أصحاب الهمم، الأيتام، أسر الشهداء، وأكيد كبار السن. إحنا قاعدين الحين نشتغل على موضوع المسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنبر أكيد أقول أتمنى طبعا لكل الجهات إن هي فعلا تتعاون معنا، وإن علشان إحنا فعلا نقدر نحقق حلمنا ونوصل الأكبر عدد من الأشخاص اللي هم حابين إن هم يهتمون بأشكالهم ويكونوا أحلى. رسالتي الأخيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن يكون في جانب إنساني في مشاريعهم من خلال موضوع المسؤولية الاجتماعية، وإن فعلا يكون موجود في كل شركة كانت صغيرة أو كبيرة. طبعا نقدم رسالة شكر لكل شيوخ الإمارات على المجهودات المبذولة. في الختام شكرا لك أستاذة شيرين الرفاعي على حسن استقبال فريقنا، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أنت والمجموعة على مدى السنين إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا أكيد لزيارتكم، هذه أسعدتنا وأكيد أضافت لنا الكثير، ونتمنى دائما نكون على تواصل ودائما ان احنا نتابع قناة سماء العين ونشوف اكيد نجاحاتكم وعطاءاتكم. شكرا لك يا استاذة شيرين الرفاعي. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة، دمتم في امان الله.